قيادي حوثي يعلن مغادرته صنعاء لهذا السبب الخطير. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. وجه القيادي المؤتمري وعضو اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين في صنعاء انتقادات لاذعة لحكومة صنعاء ليخرج عن صمته بطريقة مفاجئة. وهاجم الشيخ صادق أبو شوارب القيادي المؤتمري وعضو مجلس الشورى في صنعاء ومن أقوى المؤيدين لجماعة أنصار الله الحوثيين بطريقة غير مسبوقة. وكتب أبو شوارب في تغريدة: عندما يحل الرجس على صنعاء بما كسبت أيدي القائمين فيها تصبح الهجرة منها واجبا شرعيا وأخلاقيا وتقتضيه الحكمة، لأن غضب الله إذا حل بدار قوم لا مرد له. وعلى الرغم من الأوضاع الأمنية التي تعيشها صنعاء بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن استمرار الحصار الذي تفرضه السعودية، إلا أن كثيرا من قيادات المؤتمر في الداخل توجه اللوم لشركائهم من قيادات صنعاء. ويعد أبو شوارب أحد القيادات المعروفة بولائها للرئيس السابق علي صالح، كما أنه التزم الصمت منذ أحداث 2 ديسمبر 2017.